لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أما في سورة النساء فيبدأ ببيان قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هذه الآية الكريمة تدل على أن العدل بين الزوجات ممكن، لأن ممكن إنسان لا يخاف يضمن أنه سوف يعدل، وشخص آخر يخاف من عدم العدل، فإذا هو شيء ممكن. العدل ممكن ولا مستحيل في ضوء هذه الآية؟ أن العدل ممكن، لكن إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. جاء في آية أخرى ما يدل على أنه غير ممكن، وهو قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذا الإشكال للأسف الشديد يخوض فيه بعض الناس بجهل واضح، فيحاولون جمع بين الآيتين بطريقة لم يقل بها أحد من العلماء، وهي أن معناها بما أن العدل غير مستطاع فإذا لا يجوز التعدد، واضح؟ فكأن الآية لن تستطيعوا دي بتنسخ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو بتوضحها بمعنى أنه هي دي علقت على شرط العدل، وبما أن العدل غير ممكن إذن تعدد الزوجات غير مطلوب. الجواب عن هذا أن العدل بينهن الذي ذكر الله أنه ممكن غير العدل الذي قال الله أنه غير ممكن، لن تستطيع أن تعدل، هذا العدل غير العدل، ده مش نوع واحد من العدل. فالعدل الذي ذكر الله أنه ممكن هو العدل في توفية الحقوق الشرعية التي هي في مقدور الإنسان، والعدل الذي ذكر أنه غير ممكن هو المساواة في المحبة والميل الطبيعي، اللي هي الناحية القلبية التي لا يملكها الإنسان، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وفي حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة: إن الله رزقني حبها. فالمحبة أو الميل الطبيعي هذه رزق، والرزق قال الله فيه إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إذن المحبة والميل الطبيعي فعل أم انفعال؟ انفعال وليس فعلا، يعني هو ليس بإرادته. إذن بما أنه انفعال وليس بفعل فهو ليس داخلا تحت قدرة البشر، من يحب ومن يكره. والمقصود أن من كان أميل بالطبع إلى إحدى الزوجات فليتق الله وليعدل في الحقوق الشرعية، الحقوق الثابتة اللي هو يقدر عليها قطعا لابد أن يعدل فيها، هذا هو العدل الممكن الذي أمر به الإنسان، العدل في القسم والعدل في المبيت والعدل في في النفقة. القسم يعني يبيت عند هذه كما يبيت عند تلك، كذلك العدل في النفقة، واضح؟ فهو مطالب بالعدل فيما يملكه وهو القسم أو المبيت أو النفقة وسائر الحقوق الشرعية، كما يدل عليه قوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فلا تميلوا كل الميل، هذا الجمع روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك ابن مزاحم، نقله عنهم ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة أن آية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء نزلت في عائشة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إليها بالطبع أكثر من غيرها. وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. فهذا يعني ما يتعلق بموضوع الجمع بين الآيتين، فليس في هذا أدنى إشارة إلى مجانبة يعني تعدد الزوجات. لا شك هو تعدد الزوجات يعتبر حلا جذريا لكثير من المشاكل التي تغص بها المجتمعات الإسلامية، لكن مع ذلك أنا أتحفظ جدا في نصيحة أحد بأن يعدد الزوجات. لماذا؟ لأننا لا نرقى لهذا المستوى العالي من تحمل المسؤولية للأسف الشديد في الغالب، لا شك في استثناءات، لكن الغالب على الناس للأسف الشديد. يعني كم من شخص يستشيروني في موضوع التعدد أنصحه بأن لا، لأن التجربة والواقع الذي نراه من سلوكيات الرجال الذين ينهجون هذا المنهج أنه بيدخل في الموضوع كمغامرة، ما بيكونش في احترام للرابطة الزوجية، هي نوع من المغامرة، وبالذات في سن المراهقة المتأخرة بتجيله كده ساعات يعني فهي حاجة كده يعني طرق عليه، فهي بتكون في الغالب يعني مش قرار مدروس
ولا بيكون الإنسان يعني إيه بيعطي الموضوع جدية، فتبقى نوع من المغامرة. فالغالب على الحالات التي رأيناها للأسف الشديد هو إن إحنا مش على مستوى الشريعة، مش على مستوى، إحنا متخلفين عن الإسلام، لسه إحنا في سلوكنا لم نرتقي إلى مستوى السامي للأحكام الإسلامية. فبالتالي بيحصل إنه بمجرد ما بيتزوج بتحصل بقى العواصف الرعدية من الزوجة الأولى، تتحول لكائن متوحش لا يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يذكرون قول الرسول عليه السلام: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإنما يأتيها ما قدر له. لا، بنجد التأثر بالمفاهيم الخربة، مع أن تعدد الزوجات أفضل علاج. مصر فيها 5 مليون امرأة عانس، 5 مليون، واضح؟ ففي مشاكل كثيرة في المجتمع نشأ عن تأخر الزواج أو عدم وجود تعدد في الزواجات، ده أعظم الحلول لمشاكل المجتمع. لكن للأسف إحنا لم نربى على أن نرتقي لهذا المستوى، إحنا لسه متخلفين عنه. وبالدليل هو هذه الحوادث، أن الإنسان يدخل في الموضوع كلعبة، واضح، ويستسهل الأمر، ثم بمجرد ما يتزوج ويشوف بقى العواقب، سواء من حيث الزوجة الأولى التي لا تتقي الله، لأن دي مش مخطوبة، دي معقود عليها، يعني زوجها لها حرمتها، فنجد تعدي الصارخ على حدود الله، وينسوا التدين وينسوا الالتزام وينسوا الكلام النظري اللي كانوا بيقولوه، وفي الواقع بقى يتحولنا إلى وحوش كاسرة، وتسمع بقى كأن أي واحدة غير ملتزمة عادي في تصرفاتها. فده الواقع من ناحية. من ناحية تانية غالبا هو يضحي بمن بيهون عليه، طبعا هذه اللي انت لم يدم معاشرة معها مدة طويلة، ومع التانية أولاده والضغوط وكذا، فبيبدأ إيه دايما في الغالب يضحي بالإيه بالأولى، وبالتالي ممكن يكون بكرا تصبح ثيبا ومطلقة. وطبعا معروف وضع المجتمع الجاهل الظالم، موقفه إيه من المطلقة والثمن الذي تدفع بسبب هذا المغامر الطائش الذي أقدم على الزواج وهو ليس له بأهل. لأن في نقطة مهمة جدا لازم نفهمها، موضوع الزواج من الخطأ النظر إلى الزواج أنه علاج لمشكلة. يعني مفيش حاجة اسمها واحد يبقى عنده أي نوع من المشكلات ونقول له علاجها الزواج، واضح؟ سواء مشكلة يعني طغيان الشهوة مثلا، أو مشكلة كذا أو كذا أو كذا، ما ينفعش تقول لواحد أن الزواج هو العلاج. لا، الزواج مش علاج، الزواج دالة. يعني إيه الزواج دالة؟ يعني بمعنى مثلا زي درجة الدكتوراه، ما ينفعش يمنح إنسان الدكتوراه، لكن لازم ياخدها الإنسان ويكون إيه أهلا لها، واضح؟ بمعنى أن الزواج يكون واحد يتزوج أو يفكر في الزواج أو يشرع في الزواج، معناها أنه بيقول أنا صرت ناضجا وأهلا وكفئا لتحمل مسؤوليات الزواج. فإن لم يكن كفئا فلا، الزواج ما بقاش حل. والدليل على ذلك من السنة، طبعا ده الكلام الطب النفسي، لكن عندنا في السنة واضحة بصورة أوضح جدا، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. بمعنى أن الزواج ما هوش لعبة، هوش مغامرة، هوش تجارب، لا، واحد بتزوج يبقى معناها لازم الأول يستوفي القدرة على الزواج. ولذلك الرسول عليه السلام وأوضحها غاية الوضوح في قوله: من استطاع، أما من لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، له أساليب أخرى، تعفف وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لكن الزواج دالة، علامة وأمارة على أن هذا إنسان نضج وأنه يستطيع تحمل إيه المسؤولية. لأن مش مجرد وجود الميل الفطري للزواج يبقى معناها أنه لازم يتزوج. ليه؟ لأن الميل ده هو اللي بيجي الأول. يعني إحنا لما نتأمل الكنوز اللي في القرآن الكريم، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح معناها أن جسمه بينمو أولا وينتقل من حالة الصبا إلى حالة إيه؟ الرجولة، يعني أنه يقدر على أن ينجب أولاده، صحيح ولا لا؟ يقدر على الإنجاب، لكن هذه وحدها لا تكفي، يعني لأن الزواج مش مسألة فهمية فحسب، لا، مسؤولية. والدليل أن ربنا قال إيه: فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يدل على أن الجسم ينمو قبل الإيه؟ الشخصية، قبل النضج العقلي. لأن قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، قال إذا بلغوا النكاح فادفعوا إليهم أموالهم، خليهم يتحملون مسؤولية الفلوس واديهم أموالهم، لا، قال لازم تختبروا الأول. فإن أنستم منهم رشدا وجدتم راشد وعاقل، فمعناها أن ممكن يكون إنسان قادر على الإنجاب لكنه لم ينضج، وبالتالي لا يصلح تحمل المسؤولية.
فلازم النمو الجسدي دي واحد، ولازم معاها الايه النمو العقلي والنفسي والاجتماعي. فاذا الزواج مش حل، لكن الزواج داله تدل على ان الذي شرع فيه قد نضج واكتمل في كل مجالات النضج، النضج الجسدي، النضج الانفعالي، النضج العقلي، النضج الاجتماعي، كل صور تحمل المسؤوليه. ولان بناء بيت ليست لعبه، واضح؟ ارجو ان يكون كلام استطعت توضيحه، يعني لأن بعض الناس قد تستغرب الكلمة إن الزواج مش حل، يعني مش واحد يبقى عنده مشكلة يبقى يلجأ للزواج، واضح؟ لا، الزواج دالة تدل على إن هذا الإنسان أهل لأن يتزوج، ودي واضحة غاية الوضوح في الحديث: من استطاع منكم البائة فليتزوج. استطاع، لكن واحد غير مستطيع ولم ينضج النضج الكافي ويغامر ببنات الناس وتحصل المشاكل التي تحدث، لا. كذلك الذي يريد أن يعدد لابد أن يكون كفئا لذلك، لابد أن يكون أهلا لذلك. وبالتالي مسؤولية ولي المرأة في هذه الحالة أن يأخذ لها من الضمانات أضعاف ما يأخذ من الضمانات ابنته التي تتزوج شخصا لأول مرة. ليه؟ لأن هذه الحالة ده محتاج يتضبط بأشياء تحكمه من العبث ببنات الناس. قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية تدل على أن الزانية لا تجلد بل تحبس إلى الموت أو إلى أن يجعل الله لها سبيلا. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنها لا تحبس بل تجلد 100 إن كانت بكرا، وجاء في آية منسوخة التلاوة باقية الحكم أنها إن كانت محصنة ترجم. والجواب ظاهر، وهو أن حبس الزواني في البيوت منسوخ بالجلد، والرجم أيضا منسوخ بالجلد والرجم، الجلد في حق البكر والرجم في حق الثيب، أو أنه لم يكن منسوخا ولكن تشريع الحبس في البيوت كانت له غاية ينتهي إليها، يعني حكم مؤقت إلى أن يجعل الله لهن سبيلا. وقد جعل الله لهن السبيل بالحد كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن نقول إنه نسخ وهذا شيء عادي وظاهر، وإما أن نقول إن حكم الحبس مغية أو مؤقت بغاية، وقد جاءت هذه الغاية فهو حكم مؤقت إلى أن يجعل الله لهن سبيلا. قوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة، يعني الإماء، الإماء العفائف، يعني فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالأمة إن تخلت عن صفة الإحصان والعفاف وأتت بالفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما المقصود بالمحصنات هنا؟ الحرائر. هذه الآية تدل على أن الإماء إذا زنينا جلدن 50 جلدة. وقد جاءت آية أخرى تدل بعمومها على أن كل زانية تجلد 100 جلدة، وهي قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والجواب ظاهر، وهو أن هذه الآية أي التي في سورة النساء مخصصة لآية سورة النور، لأنه لا يتعارض عام وخاص، لا يحصل التعارض بين عام وخاص. ولأن لحكمة أخرى، وهي أن الأمة مال بالنسبة للسيدة هي مال مملوك لسيدها، فإذا حكم عليها بالرجم في هذه الحالة سوف يعود الضرر على سيدها، فمن ثم عليهن نصف على المحصنات من العذاب. قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هذه الآية تدل على إرث الحلفاء، الحلفاء لما يكون فيه حلف، كان يحصل التوارث بالولاء وبالحلف، يتحلف رجل مع آخر إن هو أنه يرثه ويرثك لهم الآخر إلى آخره، ويطالب بدمه ويطالب الآخر بدمه، وقد نسخ هذا طبعا، فهذه مرحلة من المراحل. فهذه الآية تدل على وقت كان يجوز الحلفاء أن يتم الميراث بطريق غير طريق النسب أو الأسباب، وإنما عن طريق الحلف والولاء. فهذه الآية تدل على إرث الحلفاء من حلفائهم. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والجواب أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، ونسخها لها هو الحق، خلافا لأبي حنيفة ومن وافقه في القول بإرث الحلفاء اليوم،
إن لم يكن له وارث. وقد أجاب بعضهم بأن معنى فآتوهم نصيبهم أي من الموالاة والنصرة، وعليه فلا تعارض بينهما والعلم عند الله تعالى. لكن الظاهر أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، هذه الآية تدل على أن الكفار لا يكتمون من خبرهم شيئا يوم القيامة. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقال تعالى فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، وقال تعالى بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. وجه الجمع في ذلك هو ما بينه ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن قوله والله ربنا ما كنا مشركين مع قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، وهو أن ألسنتهم تقول والله ربنا ما كنا مشركين. الألسنة في الأول تقول إيه والله ربنا ما كنا مشركين، ما هو رأوا النار وعينوا النار، فقالوا يمكن لما نحلف ونكذب قد تكون في سبب من أسباب النجاة يمكن ينفعنا، فحتى هذه حاولوها ينكر أنه كان على الشرك ويحلف كمان والله ربنا ما كنا مشركين. فالجواب هو أن هذا يقولونه بألسنتهم والله ربنا ما كنا مشركين، فحينئذ يختم الله على أفواههم لأنهم يطعنون في شهادة الملائكة، لا إحنا ما أقبلوا إلا شاهدا من نفسه، كأن يعني بيتهم الملائكة افترت عليه وادعت عليه ما لم يفعل، فهو لا يرضى إلا شاهدا من نفسه هو، وأنا أقول والله ربنا ما كنا مشركين. فحينئذ يختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فتنطق أيدي وجوارحهم بكل ما كان يعمل. فكتم الحق باعتبار اللسان، فهم يكتمون الله بعض هذه الأشياء عن طريق الإيه؟ الإنكار باللسان بالقول، وعدم كتمه وهو المشار إليه بقوله هنا ولا يكتمون الله حديثا، هذا عن طريق الإيه؟ نطق الجوارح حينما يختم على الألسنة. ونفس هذا الجمع هو الذي يشير إليه قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بعض العلماء أجاب جوابا آخر، أجاب بتعدد الأماكن، في بعض الأماكن يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، في موقف آخر لا يكتمون الله حديثا، فهم يكتمون في وقت ولا يكتمون في وقت آخر. وهذا يجاب به في مواقف كثيرة مما ظاهره التعارض من أحداث يوم القيامة، لأن يوم القيامة طوله 50,000 سنة، 50,000 سنة، فلا شك أوضاع مختلفة ومتغيرة ويحصل في وقت ما لا يحصل في وقت آخر. لكن الظاهر والله تعالى أعلم هو الجواب الإيه؟ الأول، وهو أن كتم الحق باعتبار اللسان وعدم كتمه باعتبار الأيدي والأرجل، فإنها هي التي لا تكتم الله حديثا. قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله، لا تعارض بينه وبين قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والجواب ظاهر، وهو أن معنى قوله تعالى إن تصبهم حسنة، حسنة هنا المقصود بها إيه؟ مطر وخصب وأرزاق وعافية، فإن أتاهم الله المطر والرزق والصحة والعافية والأولاد وكذا يقولون هذا أكرمنا الله به، فهذا معنى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، هذا يكرمنا الله به الحسنة الخصب والرزق والسعة والعافية إلى آخره. وإن تصبهم سيئة أي جدب وقحط ومطر وفقر يقول هذه من عندك، يعني من عندك يا محمد عليه الصلاة والسلام، والمقصود والعياذ بالله أنهم يتطيرون ويتشائمون والعياذ بالله من النبي صلى الله عليه وسلم، إن أصابهم جدب وقحط وبلاء يقولون هذه من عندك أي هذه من شؤمك يا محمد وشؤم ما جئتنا به، واضح؟ فهذا معنى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله يكرمنا الله بها، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل لهم كل أي كل ذلك من عند الله. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بالمطر والرزق والعافية كما يأتي ابتلاء العباد بالجد والفقر والقحط والأمراض والبلايا. ونظير هذه الآية قول الله في فرعون وقومه مع موسى عليه السلام وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ومن ذلك أيضا قول قوم صالح لصالح قالوا اطيرنا بك وبمن معك، ومنه أيضا قول أصحاب القرية للرسل الذين أرسلوا إليهم قالوا إنا تطيرنا بكم
لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. أما قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، أي لأنه هو المتفضل بكل نعمة. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي من قبلك ومن قبل عملك أنت، إذ لا تصيب الإنسان سيئة إلا بما كسبت يده، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه تدل على أن من يقتل مؤمنا عمدا فلا توبة له، وأنه مخلد في النار، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا القتل داخل في قوله ما دون ذلك من الكبائر، وهو مغاير للشرك. وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله تعالى إلا من تاب وآمن عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالاستثناء هنا في جميع ما تقدم من الأعمال بما فيها الشرك، حتى المشرك إذا تاب يدخل في هذا. فلا شك أن هذا يدل يدل أيضا على أن للقاتل توبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فللقاتل أيضا توبة. وقال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولم يستثني، يدل على أن القاتل إذا تاب تقبل توبته. وقال تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. للجمع بين ذلك أوجه، منها أن قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إذا قلنا إنها على ظاهرها بأن معنى الخلود هو البقاء الدائم بلا انقطاع إلى الأبد، فلا بد أن نحمل قوله تعالى هنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني إذا كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، مستحلا يعني يعتقد أن قتل المؤمن حلال، في فرق بين واحد يعني يرتكب المعصية وهو يعرف أنها حرام ويتابع هواء، وبين واحد يعتقد أنها حلال. كنا قلنا في بحث السجائر كنا قلنا بيتين شعر بيقول ويشربها ويزعمها حلالا وتلك على المسيء خطيئتان، وأشربها وأزعمها حراما، يعني أنا أشربها وأنا معتقد أنها حرام ومع ذلك أرجو عفو رب لامتناني، لكن الثاني بقى ويشربها ويزعمها حلالا وتلك على المسيء خطيئتان، يعني خطيئة المعصية نفسها وما هو أشد الذي هو الاستحلال. فمن استحل ما قطع بتحريمه فهو كافر، هذه إحدى أسباب الردة، واضح؟ فقتل المؤمن حرام، فإذا هو اعتقد بقلبه أنه حلال فهو بذلك يصير كافرا، وبالتالي يستحق الخلود في النار. بالعكس حتى لو لم يفعل، لو واحد بيشرب الخمر ومدمن خمر لكنه يندم ويستغفر ويحاول أن يتوب ويغلبه هواء إلى آخره، فهذا مرتكب كبيرة فاسق. لكن شخص لا يشرب الخمر أصلا لكن يعتقد بقلبه أنها حلال، هذا كافر كفرا أكبر، خارج من الملة، لأن الكفر هنا بالقلب وهو أشد من المعصية بالجوارح، واضح؟ فالشاهد يعني أنه إذا استحل قتل المؤمن فقد كفر، وبالتالي ينطبق عليه هذه الآية. فإما أن نقول إذا كان الخلود على بابه، بمعنى أن الخلود هو البقاء في النار للأبد، فإذا الفعل هنا لابد أن يكون كفرا. القتل في حد ذاته كبيرة وليس كفرا لأدلة كثيرة. من يأتينا بالأدلة على أن القتل ليس بكفر؟ مثلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإن كان هذه فيها نظر، لأن قتال المؤمنين بعضهم البعض ده اسم قتال مقاتلة وليس قتلا، كما قال الشافعي ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، ودي موضوع مش هنخرج عن موضوعنا ونشرحه دلوقتي. لكن الشاهد يعني الآية يا أيها الذين آمنوا إذا كتب عليكم القصاص في القتلى، فهنا الخطاب لمين؟ للمؤمنين، وفيهم القاتل والمقتول. وبعد ذلك قال فمن عفي له من أخيه شيء، فوصف بأنه أخوه، فهذا يدل على أنه لا يكفر بذلك، وإن وصف بالكفر كما في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهذا كفر عملي أو كفر دون كفر.
لا يخرج من الملة. إذن يحمل الخلود الأبدي على أن القاتل هنا مستحل لقتل المؤمن. ويدل لهذا ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن جبير وابن جرير عن ابن جريج من أنها نزلت في مقيس ابن صبابة، فإنه أسلم هو وأخوه هشام وكان بالمدينة، فوجد مقيس أخاه قتيلا في بني النجار ولم يعرف قاتله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدية فأعطتها له الأنصار 100 من الإبل. وقد أرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من قريش من بني فهر، فعمد مقيس إلى الفهري رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله وارتد عن الإسلام وركب جملا من الدية وساق معه البقية ولحق بمكة مرتدا، وهو يقول في شعر له: قتلت به فهرا وحملت عقله، سرات النجار أرباب فارعي، وأدركت ثأري واضجعت موسدا، وكنت إلى الأوثان أول راجعي، والعياذ بالله. ومقيس هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا أؤمنه في حل ولا حرم. وقد قتل متعلقا بأستار الكعبة يوم الفتح. فالقاتل الذي هو كمقيس ابن صبابة المستحل للقتل المرتد عن الإسلام لا إشكال في خلوده في النار والعياذ بالله. وعلى هذا فالآية مختصة بما يماثل سبب نزولها. ده فكرنا بآية في سورة البقرة: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا عرفنا أن السياق ده في مين؟ في اليهود. هذا السياق سياق الآيات في من؟ في اليهود. فما يجيش بقى واحد من الجماعة من الخوارج ويقول لك: شوف المعصية السيئة تخلد في النار وتكفر. لا، بلى من كسب السيئة مثل سيئتكم أيها اليهود، وهي الكفر بالله والكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. فيعني سيئة مثل سيئتكم. كيف عرفنا هذا؟ من سبب نزولها. والقوم الذين تخاطبهم الآن هي تخاطب من إيه؟ فعل مثل فعلكم وكفر مثل كفر اليهود لعنهم الله. فإذا الآية مختصة بما يماثل سبب نزولها بدليل النصوص المصرحة بأن جميع المؤمنين لا يخلد أحد منهم في النار. إذا هذا هو الوجه الأول، أن هذا إذا كان إيه؟ مستحلا لقتل المؤمن عمدا. الوجه الثاني في الجواب أن المعنى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه إن جوزي، يعني هو يستحق ذلك إن عاقبه الله سبحانه وتعالى بذلك، إن جوزي مع إمكان ألا يجازى إذا تاب أو إذا كان له عمل صالح يرجح بعمله السيء. وهذا قول أبي هريرة وأبي مجلس وأبي صالح وجماعة من السلف، يعني إضمار الإيه؟ إضمار الشرط. ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه إن شاء الله جزاءه، أو جزاؤه إن جوزي جهنم خالدا فيها إلى آخره. فبتعليقه على هذا الشرط، طيب ما هو هذا الشرط؟ متى يجازى؟ متى يتخلف هذا الوعيد؟ إذا تاب، لأن الآيات الأخرى تدل على أنه إذا تاب تقبل توبته، أو إذا كانت له أعمال صالحة أخرى تكفر عنه هذه الخطيئة أو غير ذلك من مكفرات الخطايا وموجبات المغفرة. الوجه الثالث أن الآية للتغليظ في الزجر، المراد بها التغليظ في الزجر لبيان خطورة هذه الكبيرة الموبقة وهي قتل المؤمن بغير حق. ذكر هذا الوجه الخطيب والألوسي في تفسيريهما وعزاه الألوسي لبعض المحققين، واستدل عليه بقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه في سياق الإيه؟ الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فبعض المفسرين يقول: ومن كفر بمعنى ومن لم يحج، ومن لم يحج يعني من قدر على الحج ولم يحج، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهنا أيضا من كفر تحمل على الإيه؟ على الزجر والتغليظ، والتغليظ لكن ليست على ظاهرها أنه يخرج من الملة بمجرد أنه استطاع أن يحج فلم يحج، شكه مقصر وآثم لأن يموت بدون أن يحج، لكن هل يكفر؟ هنا ورد مورد التغليظ في الزجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد حين سأله عن قتل من أسلم من الكفار، يعني واحد بيقاتله بيقاتل مقداد وقطع يده في الحرب أو في القتال، ثم بعد ذلك شهد الشهادتين ليحتمي في الشهادتين بعدما قطع يده هو القاتل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، ما دام شهد الشهادتين لا تقتله، فإن قتلته
فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال، بمعنى لا تقتله وخذ بظاهره، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، بمنزلتك قبل أن تقتله أنه إيه؟ مسلم. وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال، وكأنك أنت الإيه؟ الكافر. فهذا أيضا يجري مجرى الإيه؟ التغليظ في الزجر. وهذا الوجه من قبيل كفر دون كفر، كفر دون كفر هو كفر العملي، وخلود دون خلود. فالظاهر أن المراد به عند القائل به أن معنى الخلود المكث الطويل، فجزاء جهنم خالدا فيها. الخلود هنا ليس للأبد، وإنما الخلود معنى المكث الطويل. والعرب ربما تطلق اسم الخلود على المكث، ومنه قول لبيد: فوقفت أسألها وكيف سؤالنا صما خوالد ما يبين كلامها. إلا أن الصحيح في معنى الآية الوجه الثاني والأول، أما الوجه الثاني فهو أن معناه إيه؟ فجزاؤه إن جوزي كذا وكذا، والوجه الأول هو إيه؟ أن ذلك إذا كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا. وعلى التغليظ في الزجر حمل بعض العلماء كلام ابن عباس أن ليس لقاتل المؤمن توبة. موقف ابن عباس في هذه الآية قال أن هذا أيضا داخل في باب الإيه؟ تغليظ الزجر والتنفير من هذا الفعل. ووجه هذا أن هذه الآية ناسخة لكل ما سواها، الله تعالى أعلم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: الذي يظهر أن القاتل عمدا مؤمن عاص له توبة كما عليه جمهور علماء الأمة، وهو صريح قوله تعالى: إلا من تاب وآمن، واضح. وادعاء تخصيصها بالكفار لا دليل عليه، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقد توافرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وصرح تعالى بأن القاتل أخو المقتول في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، وليس أخو المؤمن إلا المؤمن. وقد قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فسماهم مؤمنين مع أن بعضهم يقتل بعضا. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى تاب عليه، لأن هذه الأمة أولى بالتخفيف من بني إسرائيل. كان هذا الرجل من بني إسرائيل وعفى الله عنه مع أنه قتل 100 شخص، فلا شك أن الأمة الإسلامية أولى بالتخفيف من سبقها، لأن الله سبحانه وتعالى رفع عنها إيه؟ من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام: ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. والله تعالى أعلم. هو في مسألة مهمة هنا فيما يتعلق بآية القتل، هذه تتعلق بالنصوص المشابهة لهذه الآية الكريمة التي فيها زجر عن فعل معين. يعني بعض العلماء قالوا إنه ينبغي أن نترك نصوص الترهيب هذه مثل هذه النصوص تعمل عملها في قلوب الناس، ففي هذه الحالة هذا الشرح وهذا التفصيل الذي ذكرناه إنما يقال لطلبة العلم الذين يضعون الكلام موضعه ويفهمونه حق الفهم. أما عموم الناس فما تعودش تطمنه وتقول له اطمن، يعني أنت اقتل وما تخافش توب بعد كده، ولا تقول له إيه قال الله سبحانه وتعالى، تقول له النص من غير ما تشرحه له. مع عموم الناس الذين لا يفقهون ويحتمل أن يسيئوا فهم الكلام أو استعماله، فما توضحلوش، ما تقولوش من ترك الصلاة فقد كفر، إن في علماء بيقولوا إن الكفر دون كفر. سيبوا إيه دع نصوص الترهيب تعمل عملها فيه، لأن هذا مصلحته إنه ينزجر وينكف. الكلام التطمين ده والشرح والتفصيل ده اللي يضعه موضعه من طلاب العلم. وهكذا يمكن أن يكتم الإنسان أحيانا بعض العلم لمصلحة الذي يعني يخاطبه. مثلا واحدة متبرجة وعندها اعتقاد أن التبرج أو البويات اللي يضعوها في وجهها هذه من الزنا، يعني أنها لو تبرجت بهذه المساحيق والألوان صيامها يبطل، فما تعودش أنت تشرح لها وتقول لها لا إذا صيامك دي نقرة ودي نقرة وأن الصيام صحيح وده لا يبطل الصيام، ما تقول لهاش كده، سبها. إذا سئلت دي مسألة تانية، إذا سئلت لا تكتم العلم، لكن إذا لم تسأل سبها إيه أدم ده بيزجرها دعها تنزجر، ما تقولهاش بقى لا احسن لان هتستمد في المعصيه، فدم ده بيزجرها سيبها ما تبينلهاش، اكتم عنها هذا العلم. مثلا الناس لما بيخبطوا بعض بالسيارات تحصل حوادث المرور المعروف، فالناس العوام عندهم عقيده ان العوض حرام وان الانسان لا يقبل العوض،
وإلا يحصل له كذا وكذا إلى آخره. فأيضا في مثل هذه من مكارم الأخلاق، أنه يعفو عن الشخص اللي هو خبط له السيارة، دي من مكارم الأخلاق. فده الناس بيتعاملون بمكارم الأخلاق، لا تعلمه علما يجعله يستوفي حقه. لكن إذا سألك، إذا استفتاء العوض حرام، تقول له لا، العوض مش حرام، مادام هو الذي أتلف السيارة يبقى هو فعلا الحق إن هو يصلح حاله. هو بيرفض العوض إيه؟ اختيارا، محدش بيجبره. فدام اختيارا دعي الناس يتعاملون بمكارم الأخلاق، وما تعلمهوش علم الإيه اللي يخليه يستوفي ويتعاملون بالشح والتشاح فيما بينهم. فهذا أيضا من العلم الذي يكتب. واحد عايز ينتحر وجاي يسألك مثلا هل هبقى كافر، موت كافر إلى آخره، ففي هذه الحالة يعني هو عندهم اعتقاد الناس أن دي كفر وخروج من الملة، واضح. ففي هذه الحالة بالذات لما يكون أنت مشتبه أنه ليس عنده فهم كافي، فما تفهموش بعلم ممكن يقوده إلى أنه يمضي هذا الفعل، لأن ذا بيعتبر أكبر الحواجز من الوقوع في هذه الكبيرة المهلكة، كبيرة الانتحار والعياذ بالله. فالشاهد يعني الراعي يخاطب الناس على قدر عقولها. أحد معاني خطاب الناس على قدر عقولهم أنك برضو تنظر شوفه هيستعمل العلم ذا إزاي. إذا ذا استعماله فما تعلمهوش، يبقى هنا تكتم عليه هذا العلم. فنفس الشيء في آيات الزجر مثل هذه الآية أو بعض الأحاديث فيها بوعيد معين، ما تقعدش تطمن الناس وتسلك سلوك شبه إرجائي بأنك أنت تطمنه ويفهم منه أنه هو يتمادى في المعاصي. فما ينفعش تارك صلاة وتقعد تقول له الأدلة على أنك أنت مسلم وكذا وكذا إلى آخره. الأدلة والنقاش ده يبقى بين طلبة العلم وبين العلماء وكذا، لكن مع عموم الناس ما تقولهوش الكلام اللي يخليه يتمادى في المعصية. ودي خطأ يقع فيه أحيانا بعض المفتين، بيتكلم في جهاز إعلامي على الملأ من الناس ويهون من المعاصي، هو دون أن يقصد، هو يقول كلام حق، لكن كيف يستعمله الذي يستمعه؟ بيطمن بقى ويزيد التمادي في المعاصي، فهذا يضره ولا ينفعه. المقصود أن العلم ينفع، فإذا العلم أتى بضر تكتم عنه هذا العلم. والله تعالى. حد معترض؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.